بص يا جريشة يا فيا صحابي يا جريشة صحابك فيا عشان البصمات. انت عارف يا جريشة اللي اتعمل فيك ده لو اتعمل في الفيلم هيكسر الدنيا بصراحة. اسمعي ما فيش حد زيه في التنكر والسبيشال افكت. بقى معقول يا جريشة تبقى شغال في السينما ومش عارف تشغل اسماعيل؟ انا اتلبح حس مع الراجل ده بسبب الموضوع دوت. قلت له موضوع السبيشال افكت ده لا هياكل ولا يشرب معانا هنا في السينما. ما تيجي انزلك ماكير اهو تكسب بدل السلف والدين اللي انت عايش بيهم دول. انا عمري ما هشتغل ماكير راجل. اقعد. انا بتاع سبيشال افكت. سبيشال افكت اقعد بقى تنك وتقرعن على الشغلانه. بتعمل انت ايه يا اسطى بالماكير؟ هي نيتها الوان وشويه رطوبه. مش شايفين ايه؟ ايه ده؟ ده البيت اللي هيدور فيه فكره الفيلم اللي بحلم بتحقق. والله يا اسماعيل انت صعبت عليا. ما عندكش اي فلاش عليها الشغل بتاعك؟ اوري لاي منتج من المنتجين اللي بقعد معاهم يمكن تلفق. بجد يا جريشه؟ اه برنس يخرب بيتك. 2 مليون؟ اسم كبير زي هند صبري هتطلب ايه اقل من كده يعني؟ على فكره انا حاولت معاها تنزل في الفلوس بس هي ما رضتش. بقى كده تلو دراعي. طب بعدين انا التصوير بعد يومين. طب ايه اقولك بقى؟ انا هضايقها. كلمي لي بدريه طلبه. على فكره يا مستر ادهم انا من ساعه ما عملت فكره الاعلان وانا كان رايي يعني ان احنا نجيب وجه جديد، نجيب حد كده فريش ما تشافش قبل كده عشان الناس تصدقه. طب كلمي الواد جريشه بسرعه اجيب بنات عشان نعمل كاستنج. ماشي يا هند. دخلوا جريشه والبنات. ايه ده بالسرعه دي؟ انا مكلمين من امبارح وهو واقف بره بقاله ساعه. صباح الخير يا صانع السعاده. صباح الخير يا رانيا. سهام، رهام، واخيرا وليس اخرا ميرفت. لف كده يا ميرفت. انا قلت هتعجبك ميرفت، بتلف لوحدها. تنفع صح؟ لا لا. ليه؟ تتناقشني يلا ولا ايه؟ استنوني بره انتوا يا ملات. يلا. ليه؟ ليه يا صانع السعادة؟ دول صفوة الصفوة. دي مناظر تعمل حملة ضد التحرش يا جريشة؟ ما هو لازم يبقوا مادة خام للتحرش. اسمع على البنت اللي أنا عايزها للحملة دي لازم يكون ليها مواصفات معينة. بنت تبدو منكسرة وهي جبروت، طيبة بس متوحشة. أنت معايا يا ابني ولا مع الأسف؟ أقطع دراعي لو فاهم حاجة، بس على العموم أنا معايا فلايش لكل مودلز مصر. كله فلايش؟ هتلاقي السمرة والشقرة والبيضة والحمرة. إيه يالا أنت المناظر دي؟ في إيه سعادتك؟ إيه المناظر دي يا واد أنت؟ لا مؤاخذة بيدي فلاشة واحد صاحبي. استنى شوية. فلاشة غلط يا بيه. استنى شوية. يا بيه الفلاشة غلط. استنى شوية يا حمار أنت. الله. حاضر سعادتك. بص البنت دي يا رانيا. إيه ده إيه ده إيه ده؟ دي هايلة. دي تقريباً فيها كل المواصفات اللي إحنا عايزينها. مين دي يا جريشة؟ معرفش بس اكيد موديل. لا يا شيخ، امال احنا كنا بنتفرج على البوم العيله واحنا عارفين انها موديل. مين دي؟ ما معرفش يا بيه بس النهارده هعرف. انا عاوزها تتوجد حالا النهارده بالليل تكون عندك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك جارنا هنا في العماره؟ انا اسماعيل ساكن في الشقه دي. معلش ما اعرفكش قوي بس انا لسه جاي العماره جديد. انا يسرى جارتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حصل موقف بايخ قوي. الشقه اللي خدتها طلعت بحري. طب وايه البايخ في كده يا فندم؟ دي شقه طلعت بحري، دي ميزه. ما انا بطلع كيس الزباله نسيت شباك الحمام مفتوح، فطيار الهواء رزع الباب في ضهري اتحبست بره. معاك موبايلك؟ طب ويا فندم ايه علاقه موبايلي برزعه الباب وطيار الهواء؟ ما عشان اكلم جوزي يجي من الشغل بدري بدل ما انا واقفه بقميص النوم على السلم كده اللي طالع ناس بتتفرج عليا. ايوه صح يا فندم صح. ما هو فعلا سؤال سيء. يا امه ناوي شفتك وعرفتك وعظيمك. ايه ده جرى؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ واقف بقميص النوم كده على السلم ومين الحيوان ده؟ ناوي انا حيوان يا بغل يا متخلف؟ مين العربيه الدوتش اللي دخلت علينا دي؟ عيب يا سامح، ده استاذ اسماعيل جارنا. يا خاطر ده انا شايفك وانت بتكتبي له رقم تليفونك على موبايله. وانت بقى لاهلك انت هتديني رقم تليفونها ان شاء الله حتى الله يطلع السلم. انت مالك انت؟ طلعياكم مالك جدي جوز المعز؟ لا طليد لا طليد، انا ما لقيتش والله. لا ما كنتوا بتعملوا ايه؟ انا كنت قاعد باخد منه التليفون عشان اتصل بيه تلحقني وانا واقفه. انت ايه اللي جابك بدري من الشغل؟ عشان اكتشف خيانتك يا خاطيه. انا ما باكلش من الكلام ده ثم انا عارف الاشكال دي العالم منظراته وعالقين كده دول. يا عم ايه احترم نفسك. استاذ اسماعيل استاذ اسماعيل استاذ اسماعيل هيضربك هيضربك. استاذ اسماعيل لو سمحت ادخل شقتك بقى، ادخل شقتك. امسك موبايلك بقى، خش شقتك علشان خاطرك انت يا مدام. والله بس مره تانية والمصحف هفضك بالمنى وفرفرف وشك. كفايه كفايه فضايح. والنبي احنا في العماره الناس نزلت تريني بقميص النوم على رجلين يقولوا عليا ايه الفضايح اللي انت عاملها لي في العماره دي؟ ما تاخدنيش في دوكه. مين الحيوان ده؟
مستدخل نفسك ولا ايه؟ امر طلع الموبايل. مش مطلع الزفت؟ معلش يا استاذ اسماعيل طلعنا الموبايل، احنا واقفين على الطلاق، بيتنا هيتخرب. مع الحيوان ده اتمنى انه يتخرب، دي فرصه ما تضيعهاش. طلعهوله عشان يرتاح. اتفضل. شكاك وعنيد. ايه يا عم الصفاره دي؟ انت واقف غيط حمام ولا ايه؟ ايه زغلوله دي؟ مين دي؟ ايه اللي دخلك في الجاليري يا بني ادم؟ لقيت حاجه في الموبايل تخص مراتك دي؟ لا لا ما مش مع دول. بقولك ايه، ما تبيت الموبايل ده معايا النهارده. ابيت ايه معاك؟ ده انت متجوز مدام فيكتوريا سكرت نفسها. احنا اسفين يا استاذ. اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ اموته؟ والمصحف الشريف لقلب وشك كوبيبه النهارده. مفيش غلطة والله، أنا أقصد الجاموس اللي واقف بره. طب أنت هتدخلنا ولا هنفضل واقفين؟ أه طبعًا، تعالى يا سليم حبيبي تعالى. اتفضل. أنا آسف، أنا آسف جدًا. الحمد لله، ده أنا كنت هخرج له بالمخرطة. ثانية واحدة هجيب لك تلج، ثانية واحدة. لا أنا مش هستنى كتير، أنا جاي أسيب لك سليم وأمشي على طول. مش فاهم. هو أنا مش قايلة لك إن أنا مسافرة دبي أستلم الشغل الجديد وهسيب لك سليم لحد ما أظبط أموري هناك؟ أنت جايبني ملوخية أحطها على دماغي؟ في قلقاس أجيب؟ وبعدين أنت قايلة إن أنت مسافرة يوم 15. النهاردة 14. لا. Anyway. سليم بينام الساعة 9 بالليل عشان يصحى الساعة 6 للباص. مفيش سويتس عشان سنانه، مفيش جانك فود، ياكل كل حاجة مفيد وصحي، ومفيش تمرين كرة تاني. كرة لا ليه؟ ده الراجل بيقف جون أحسن من عصام الحضري. مامي مامي شفتي بابا بيقول إيه بعد إذنك بقى؟ خليني أرجع أتمرن كرة تاني. ولد المرة دي مناخيرك اتكسرت، المرة الجاية رقبتك هي اللي هتتكسر. إسماعيل أنت ما تعرفش أي حاجة عن الولد من يوم ما اتطلقنا، فمن فضلك تسيبني انا اربيه بطريقتي عشان الولد ما يجيلوش كونفيوجن. لا كل لا كونفيوجن، انا لو حسيت باي اعراض كونفيوجن هكلمك على طول. تعليماتي تتنفذ بالحرف. باي. روح قلب مامي. انت عايش ازاي مع الكونفيوجن دي؟ انا جعان، تتغدى معايا؟ اه. عايز تاكل ايه؟ ممكن اطلب كنتاكي. طب ومالك مرعوب كده ليه؟ انت خايف منها؟ ده انت لو عايز تاكل في زيزو نتانا هاكلك. ولا سليم لو عايز تقلع مالت وتجري في الشقه عادي، احنا رجاله زي بعض. يا سليم المسجات اللي بتجيلك دي، انت في موزه بتلغيك بالليل ولا ايه؟ ساعات تسألني تسأل انت نمت ولا لا؟ ما تردش عليها، دي ساعه الحظ ما تتعوضش يا راجل. بجد؟ ايوه سيب التليفون. انت مش بتحب مامي؟ يا سليم بص يا سليم، انت كبرت ولازم تفهم، مش معنى ان انا ومامي انفصلنا عن بعض ان احنا بنكره بعض. لا انا ومامي عكس بعض، يعني ساعات البني ادم كده يعني بيبقى ليه معطياته، خد بالك المعطيات دي بتشمل على حاجتين، احتياجات واهواء. انت فاهم يا سليم ولا انا بتكلم الماني؟ فاهم. انت كذاب اذا كنت انا مش فاهم نفسي اساسا. ده اكيد الدليفري. بص بقى هعمل لك طبق بيض بالبسطرمه تاريخي. لا تقول لي كنتاكي بقى ولا تشيكن ناجتس، مفيش الكلام ده. جيت في وقتك يا معلمي. حسابك كام؟ 700 جنيه. 700 جنيه؟ ليه يا معلم؟ احنا طالبين ايه؟ امسك 700 جنيه. يا نهار اسود. طب بص يا معلم، احنا مش عايزين الحاجات دي، احنا هناخد دول. حسابك كام كده؟ كده 540. ليه يا عم كتير برضو؟ ما تخلف على بكره احنا يا اخي. يا اسماعيل انت بتتخانق ولا ايه؟ جرايه صيع، جرايه صيع، واحنا صبعنا في بقنا صيع. اهدى اهدى يا جريشه، اهدى، ده الراجل بتاع الدليفري حرام عليك. امال لابس لبس السجن ليه كده؟ بقول لك يا جريشه، حاسبه قبل ما اعمل للواد لقمه، الواد على اللحم بطنه. حاضر حاضر، ما انا على طول كده. 540. لا يا حبيبي هم 200 جنيه حلوين قوي. 540 لا اتكل على الله، يلا 200 جنيه حلوين قوي. مش هينفع يا فندم. انا مالي انا بيه؟ ما انت مش شايلني همك ليه؟ يلا يا حبيبي. مش هينفع. يلا يا اخويا، بس دي اول مره وبعد كده هنجيبك تاني. يلا بس تجيب ايه يا فندم؟ يلا اتكل على الله. ايه ده سلم؟ عامل ايه يالا؟ ازيك يا انكل جريشه؟ بقول لك ايه يا جريشه، انا بعمل بيض بالبسطرمة، عامل حسابك معانا؟ والله سبقتكم، بس مفيش مشكله يعني لو اكل لقمه. الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي اهدي. سامح لو سمحت. معلش انا اسف، لله السلك لمس في الكعبه فتقريبا اتكهربت. لا لا ولا يهمك، ده من حظ الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟
نبوية. لسه امبارح بقول لك ايه يا ياض على موضوع نبوية ده. ايوه ايوه صح، هو قال لي نبوية. نبويتي احنا 10 دقايق ونصور. رغدة هي رانيا. ايه ده رغدة، انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي الكريتيف دايركتور بتاعت الحملة، وانا رغدة اللي همثل في الحملة. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياة مامي انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا اه جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا ريس. حرك. حاضر حرك. لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ أرجوك لو سمحت. أنا كنت عايز أسألك بس، أنت مثلتي قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا أول مرة أمثل. حد قال لك قبل كده إنك شبه منة شلبي؟ لا بيقولوا لي إني شبه مدحت شلبي. إحنا جايين نهزر بقى ولا إيه؟ أمال جايين نعمل إيه نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضة إيه؟ أنا بلعب رياضة الزينة، تسمع عنها؟ إلا أسمع عنها. أكيد هي اللي مخليها جسمك عامل زي الخرزانة. الخرزانة دي هتنزل على قلة أدبك يا سافل. أنا عايز أصور. سفالة وقلة أدب. شو بقى يا جماعة؟ هنبدأ؟ اتفضلوا. بص يا رغدة، أنت واقفة وسط الزحمة ومفيش نطع من اللي قاعدين دول عاوز يقعدك. النخوة اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم. بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل وب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في يا حبيبتي انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتماه، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي. اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات. هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات. اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا ومنتهى الانكسار وتعيطي، وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت. بقولك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ اه. ما عايزك متحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شفت واحد تحرش اول مره؟ اكشن. الحيوان اللي قال ستوب مين؟ الحقني يا استاذ ادهم، الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه بوت النوم مش اوتوبيس. ادهم. ايوه. ما جينا نهزر، انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده؟ هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر. بس حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس. ايوه خلاص يلا يا ريس، عايز اصور يا جماعه. يلا. بقول لك ايه؟ ايه؟ بقول لك يا جريشة، انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شفت واحد تحرش تاني مره؟ اكشن. بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش ده؟ ايه يا ولاد انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هما فين الرجال دي يا اخويا؟ انت عايز علامات بوجهك؟ انت اللي عايز علامات مش علامات. ايه يا ولاد انتوا حد عارفين ايه كل ايه؟ سيبني يا حبيبي، سيبني يا ضلال. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. لبسني واحدة ست وكمان جايب لي حمدي الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر، لكن حملة لا للتحرش. المرة الجاية هتجيبني في حملة ايه؟ تنظيم الاسرة. هتجي يلا يا اسود. وشك
وشك ابتدى يشقق، قوم اعمل اي حاجه بدل ما نتكشف بسرعه. اتفضلوا اتفضلوا. برافو يا رغده، برافو، رياكشنك التلقائي ده غير كونسبت الحمله خالص بجد.